وهقول للناس في مصر تعرف ان كان انا في تقديري، ويمكن ستلاقوا طلح يبقى يعني ياخد ودي معايا في دي، انا كنت بعتبر ان احد عناصر قوة الدولة الشاملة في مصر في ذلك الوقت هو شخص الرئيس، هو شخص الرئيس. وبالتالي كان تحدي آخر في سنة 70 عندما توفى الرئيس جمال عبد الناصر، ده كانت ضربة كبيرة جدا جدا وكانت قاسية جدا جدا على وجدان الشعب المصري. النقطة الثالثة اللي عايز أقولها في المسألة ديت، إن إحنا كنا بنتأثر بالبيئة الدولية اللي موجودة، وكان في صراع بين قوتين عظميتين، القوة متمثلة في الولايات المتحدة الأمريكية والقوة الأخرى متمثلة في الاتحاد السوفيتي. لما أنا أقول لكم ده دلوقتي، أنت متقدرش، الجيل اللي معاش وشاف الحكاية ديت ما يقدرش يقول تأثيرها على مجريات الأحداث إيه. يعني كانت إلى حد ما، أو إلى حد كبير يمكن، كانت بيقرر مصائر الدول على المباحثات اللي بتجريها هذه القوة العظمى اللي هي الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة. الكلام ده اتغير بعد 90 و91، وحصل حاجات تطورات كتير، لكن في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه ده كان ده ليه تأثير كبير جدا على استعادة قدراتنا وبناء قدراتنا اللي تمكننا من ان احنا نستكمل المهمة ونستعيد أرضنا. نقطة مهمة أوي أنا عايز أقولها، يعني نختلف مش مع كل اللي بيتكلم عن الموضوع، لو عشت ودقت الحالة من 67 لتلاتة وسبعين هتعرف إن مصر مش انتصرت، مصر قفزت. مصر قفزت ليه بقى؟ لما يكون في طرفين متساويين في القدرة وفي القوة، ومن ضمنها القوة المعنوية، المنتصر قوة المعنوية تختلف عن قوة المعنوية للمنهزم. فلما يكون القوة منهزمة، وهي القوة المصرية في ذلك الوقت أو القوة العربية في ذلك الوقت، وحصل يعني تدمير كامل للقدرات العسكرية للجيوش وخاصة قدرة الجيش المصري،